يوجد عندنا مطعم يوضع فيه الكافور في إحدى الجامعات لكي يحفظون على الشباب أو لكي يخففون على الشباب الشهوة، فما الحكم في الأكل من هذا الطعام؟ لا يجوز هذا، هذه ربما أنها دسيسة من الأعداء يريدون أن يقطعوا نسل المسلمين، فلا تأكلوا من هذا الطعام الذي دس فيه هذه المادة. يجعلون إذا كانوا جادين في يعني في مصلحة الشباب يعزلون النساء عن الرجال، ما يخلون الدراسة مختلطة ويعطون الشباب كافور، هذه جريمتان، جريمة الاختلاط وجريمة قطع النسل، هذا لا يجوز لهم. إذا كانوا جادين يجعلون النساء على حدة في مدرسة حالهم يدرسها النساء، ويجعلون الشباب على حدة يدرسهم رجال، هذا هو الحل الشرعي.